عرض لمدة 10 دقائق لدولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، اتفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا اسمحوا لي، يمكن في البداية أنا حابب أقول كلمة، وهي إن يعني شرف كبير جدا ليا إن أنا أكون موجود النهاردة في هذا الصرح العلمي العظيم اللي أنا بشرف وبفخر إن أنا بنتمي إليه، لأن أنا خريج جامعة القاهرة وكلية الهندسة بالتحديد في هذا الصرح العلمي العظيم. واسمحوا لي يمكن أنا بحكم إن إحنا في مؤتمر الشباب، أنا عايز أوجه كلمة لشبابنا اللي موجودين النهاردة. أنا قاعد وأنا قاعد هنا على المنصة وقدامكم، أنا بالمصادفة الشديدة أنا خريج يوليو 1988، النهاردة يوليو 2018، 30 سنة بالظبط. 30 سنة لسه فاكر امبارح وأنا خارج من كلية الهندسة شايل المسطرة التي والشنط، لأن ما كانش في وقتها كمبيوتر لسه. لو كان حد جه في اليوم ده وقال لي أنت كمان 30 سنة هتبقى قاعد في القاعة الرئيسية لجامعة القاهرة وانت بتشرف انك انت بتشغل منصب رئيس وزراء مصر، كنت هقول له اكيد انت بتحلم. انا بقول الكلمة دي ليه لحضراتكم؟ انا بقولها لشبابنا، لان الحقيقة انا كنت يعني البرنامج اللي انتوا هتشوفوه هنعرضه في 10 دقايق اللي هو بيمثل يعني برنامج الحكومة الجديدة تحت عنوان مصر تنطلق. هذا البرنامج شارك في إعداده كوكبة كبيرة جدا من الشباب مع السادة الوزراء اللي هم المعاونين والمساعدين وكلهم من الشباب. وبالمصادفة أنا كنت قاعد معاهم يوم الخميس بالليل مع مجموعة منهم اللي هم موجودين معايا في مجلس الوزراء، أكبر واحد فيهم عنده 30 سنة. وهم اللي ساعدوني في إعداد هذه البرزنتيشن اللي حضراتكم هتشوفوها. فكانوا بيقولوا لي يا ريت توصل رسائل للشباب، لان الشباب حاسس انه عنده احباط، في تحديات كبيره جدا في البلد، فلازم تحاول تديلهم امل. قلت لهم طيب خلينا اقول لكم انا في سنه 88 كان وضعنا عامل ازاي. البلد كان من الناحيه الاقتصاديه كانت اسوأ بكثير جدا 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 من اللي احنا فيه النهارده. في الوقت ده انا كنت راجل اتخرجت، لما اشتغلت يعني وانا ما زلت اتذكر الرقم، اول مرتب خدته من شركه في القطاع الخاص كان 180 جنيه، يعني كان اليوم بتاعي ب 8 جنيه، يعني الساعه بجنيه. انا بس بدي لحضراتكم الارقام دي علشان تبقوا عارفين، انا كنت راجل بنتمي الى الطبقه المتوسطه، بالتالي كانت يعني العمليه مش بالصوره اللي يعني الواحد عنده يعني حياه سهله ورغده، بالعكس تماما. انا كنت زيكم كلكم، كنت من الفئه المتوسطه، وفي وقت وما انكرش ان انا في بدايه حياتي بقيت بفكر طب انا مستقبلي عامل ازاي وشكل بقى وهبقى عامل ازاي، وجات لي فترات ممكن كانت حالات احباط، يا ترى انا هعمل ايه في حياتي بعد كده. ولكن يمكن الرساله انا عايز اقولها لكم، لو كنت استسلمت للياس والاحباط ما كنتش اكيد كنتش هبقى قاعد معاكم النهارده في هذا المكان. مهم جدا كاحنا كشباب ان احنا نشوف مستقبل بلدنا عامل ازاي. احنا النهاردة كظروف انا بقولها لكم لان انا عاصرت الفترتين احسن بكثير جدا 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 من الفترة اللي انا بدأت فيها عملي وشباب. النهاردة زي ما بقول لحضراتكم يعني بعد 30 سنة ان انا يكون ليا الشرف ان انا اكون قاعد قدام هذه الكوكبة العظيمة وبشرف ان انا قاعد قدام فخامة الرئيس النهاردة وبتكلم معاكم، ده شيء انا ما كنتش اقدر ولا حتى يجي على بالي ولا احلم بيه. ولكن زي ما عايز اوصلها لحضراتكم، ربنا دايما بيكافئ كل مجتهد. اجتهد في حياتك بغض النظر عن الظروف اللي انت فيها، وصدقوني هتوصلوا لشيء حتى فوق اللي انتوا كنتوا بتطمحوا فيه في حياتك. اسمحوا لي يمكن نتكلم سريعا احنا كحكومة، ويمكن انا بشكر الشباب على هذا الكلام الجميل اللي هم قالوه. احنا النهارده كحكومه زي ما بقول لحضراتكم احنا هدفنا ان احنا زي ما سياده الرئيس قال ان احنا نبدا مرحله الانطلاق. ومرحله الانطلاق لان احنا قعدنا 4 سنين اللي فاتت ان احنا بنثبت بلدنا، لان بلدنا كانت بتمر بظروف صعبه جدا جدا جدا. الدوله كان اهم شيء ان احنا نثبت بلدنا ونرسي اسس الامن والاستقرار ونحط البنيه الاساسيه اللي تخلينا ننطلق النهارده. وبالتالي احنا كحكومه جديده احنا بنبني على عمل الحكومه السابقه اللي احنا عدد من
كبير منا النهاردة هم كانوا مشاركين في هذا العمل إن شاء الله. فبالتالي إحنا يمكن أهم محاور النهاردة اشتغلنا عليها أو هنشتغل عليها كحكومة جديدة، الخمس محاور اللي قدامكم اللي واحد منهم على رأسها بناء الإنسان المصري. ولكن اسمحوا لي حتى بقية المحاور دي كلها بصورة أو بأخرى مرتبطة أن يكون فيه هناك إنسان مصري قوي، إنسان مصري منتمي لبلده، لأن مش هنقدر أن احنا نحمي الأمن القومي المصري فقط بواسطة الجيش والشرطة، لكن لازم من البداية نجفف المنابع اللي بتخلي الشباب ينجرف إلى الأفكار المتطرفة ويروح للجماعات اللي بتشكل التهديد لهذه الدولة. النهاردة يمكن المحور اللي يليه والمحور الثاني اللي احنا بنتكلم فيه على تحسين مستوى معيشة المواطن المصري هو في الأساس عشان أخلق البيئة اللي تمكن الإنسان المصري انه يعيش في بيئة حسنة، سواء كان الكلام ده من خلال مشروعات الدولة للإسكان والبنية الأساسية، للأمان الاجتماعي، للخدمات والمرافق، لتطوير منظومة الخدمات التموينية والقضاء على المناطق العشوائية اللي كانت دايما بتؤرق مصر في خلال الفترات السابقة. المحور اللي بعده وهو التنمية الاقتصادية عشان نخلق فرص عمل، عشان نخلي الشباب عندهم أمل ويقدروا ان هم يحسوا ان في مستقبل في هذه البلد ان شاء الله. وازاي ندفع الفترة الجاية موضوع الانتربرينورشيب او الريادة في الاعمال اللي المفروض ان هو كلها دي كلها معتمدة في الشباب، وازاي نطور الاداء الحكومي عشان يبقى متواكب مع فكر الشباب ورؤية الشباب في خلال الفترة الجاية. بناء الانسان المصري اللي هو اعتقد النهاردة محور هذه الجلسة، احنا بنتكلم على ازاي هيبقى عندنا تأمين صحي مناسب للشاب المصري والمواطن المصري، جودة وتغيير جذري ونوعي في النظام التعليمي وبرنامج التعليم في مصر والبحث العلمي، ازاي نقوي فكرة الشباب، الرياضة زي ما حضراتكم قلتوا، الهوية الثقافية والحضارية لمصر، كل دي النهاردة على رأس موضوعات الحكومة في خلال الفترة الجاية. واخيرا وليس اخيرا سياسة مصر الخارجية، وازاي يعني نقوي وندعم من مكانة مصر الدولية اللي كانت موجودة على مدار التاريخ، وده برضو مش هيجي غير بالإنسان المصري القويم والسليم اللي قادر ان هو يتحمل هذا العبء. لو هنتكلم بالتفاصيل على برنامجنا فيما يخص بناء الإنسان المصري، خلينا لو بنتكلم على البداية اول موضوع وهو التعليم الأساسي، وانا عارف ان معالي الوزير الدكتور طارق شوقي هيبقى له جلسة كاملة النهاردة يشرح لنا بالتفصيل، ولكن يمكن الفترة اللي فاتت احنا كنا بنحاول نركز في خلال الاربع سنوات الماضية على وضع البنية الأساسية، انشاء مدارس جديدة علشان التحدي الكبير بالزيادة السكانية، واحنا اتأخرنا وتوقفنا كنا على بناء مدارس لفترات طويلة. النهاردة بقينا بنشتغل على هذا الموضوع بقوة شديدة، تأهيل المعلمين بتوعنا عشان يكونوا قادرين ان هم ان شاء الله لما هنبدأ نطبق النظام الجديد يبقوا هم جاهزين ان هم يطبقوه بإذن الله. انما احنا بنستهدف يعني، ويمكن عندنا تجارب كثيرة جدا النهاردة لأول مرة هتدخل في مصر زي نموذج المدارس اليابانية ان شاء الله في الفترة الجاية، النماذج المدارس المتفوقين، وازاي ان احنا هنعمم ونوسع هذا المبرأ في الفترة الجاية. النهاردة احنا كمستهدفين ان احنا نبني على الاربع سنين اللي فاتوا ببرنامج اكثر طموحا ان شاء الله، عشان ندي امل لكل ولادنا وشبابنا ان احنا هنشوف برنامج تعليمي جديد تماما بإذن الله، بمناهج زي يمكن ما كان سيادة الرئيس والسيد وزير التعليم قالها، احنا مش همنا هو ان هو يجيب مجموع، علشان كل هدفي ان انا ادخله الكلية بالرغم ان الولد ممكن تكون امكانياته وقدراته مش للكلية اللي هو اهله عايزين يدخلوها له، ازاي ان احنا نخرج من الشاب المصري ومن الطفل المصري افضل ما فيه وقدراته، ويبقى نظام التعليم بيبني هذه الشخصية اللي هتقود مصر في المستقبل. التعليم العالي والبحث العلمي، وده شيء مهم جدا 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 لينا، ولا تتقدم الدول إلا بالبحث العلمي. وأعتقد أيضا معالي وزير التعليم العالي هيكلمنا على هذا الموضوع بصورة مستفيضة إن شاء الله. هنتكلم على حجم اللي اتعمل في خلال الأربع سنوات الماضية، عمل كبير جدا، نفذنا فيه عدد كبير من الكليات الجديدة، وأنشأنا أفرع وجامعات جديدة سواء جامعات حكومية. الفترة الجاية إن شاء الله يمكن، ودي صور للي احنا اتنفس سواء من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، ولكن أيضا عندنا مستهدف مهم جدا إن احنا نتوسع إن شاء الله في عدد الجامعات. احنا محتاجين مع الزيادة السكانية إن احنا نضاعف عدد الجامعات اللي موجودة النهاردة، سواء
جامعات خاصة أو جامعات حكومية أو جامعات أهلية، وهو النظام الجديد اللي الدولة النهاردة ابتدت تتبناه. ويمكن طبقا لتوجيهات سيادة الرئيس إن احنا عايزين كل الجامعات اللي تنشأ لازم يكون معاها توأمة مع جامعات دولية ليها مكانة وترتيب عالمي، عشان يبقى عندنا ضامنين ان احنا الخريج بتاعنا ده بيبقى افضل خريج وليه ادراك واعتراف به في كل محافل الدولية والعالمية ان شاء الله في خلال الفترة الجاية. بنبني النهاردة جامعات زي ما بقول لحضراتكم، ودي صور النهاردة من هذه الجامعات، جامعة الجلالة، عندنا الجامعات الاخرى زي جامعات العالمين والمنصورة والنهاردة وفي الاسماعيلية وفي كل المدن الجديدة النهاردة في عدد كبير جدا من الجامعات بتنشأ. الصحة، وده محور مهم جدا 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 في بناء الانسان المصري، واعتقد يمكن حضراتكم تابعتوا يعني كان سيادة الرئيس مجتمع مع الحكومة الجديدة في من يومين، واحنا بنتابع وبيتابع سيادته بنفسه الخطوات التنفيذية لبدء اطلاق منظومة التأمين الصحي الجديدة. احنا صحيح برضو تاني بأكد بنبني على ما تم عمله في الاربع سنوات الماضية، انشأنا كان هناك التركيز على انشاء البنية الاساسية من مستشفيات جديدة وتطوير مستشفيات قائمة وازاي تطوير نظام الاسعاف المصري، وده يمكن كلها صور بما تم انجازه. ولكن الاهم تاني زي ما بقول لحضركم احنا بنكمل على ما تم عمله قبل كده. احنا النهاردة من خلال برنامج التأمين الصحي اللي بدأ تنفيذه بالفعل، النهاردة بنعمل برنامج طموح جدا لانهاء كل قوائم الانتظار فيما يخص الجراحات اللي كانت عندنا، يعني مواطنين بقالهم سنين مستنين ان هم يعملوا هذه العمليات. سيادة الرئيس وجه ان احنا ننهي هذه القائمة في خلال 6 شهور ان شاء الله. عندنا برنامج الكشف والعلاج لفيروس سي اللي بيعتبر النهاردة، ده هيعتبر بإذن الله مع نجاح هذه الحكومة ان شاء الله وربنا يوفقنا في تنفيذه، هيبقى أكبر مشروع تتبناه دولة في التاريخ، ان احنا بنستهدف الكشف عن المرض في 45 مليون مصري ومعالجة المرضى منهم في خلال فترة لا تتجاوز العامين ان شاء الله، عشان يكون نقضي على هذا المرض قضاء ان شاء الله نهائيا زي ما نجحنا قبل كده في القضاء على امراض كانت متوطنة في مصر فيما قبل. الكلام ده عشان نقدر نطبق التأمين الصحي بنتكلم على منظومة مستشفيات نموذجية تكون على اعلى درجة من الادارة والتطوير، سواء من خلال الحكومة او مشاركة المجتمع المدني في هذه الادارة. احنا بنتكلم فقط هنبدأ ب 49 مستشفى على مستوى المحافظة محافظات الجمهورية كلها، ده بالإضافة لمستشفيات القوات المسلحة والشرطة والقطاع الخاص اللي أيضا هتكون شغالة معانا في هذا البرنامج. الكلام ده كله بنعمله علشان هدفنا زي ما بقول لحضراتكم صحة المواطن المصري، ونكون ملتزمين بما وعدنا به كحكومة ان في خلال الفترة الجاية منظومة التأمين الصحي تبدأ تتوسع وتطبق على كافة ربوع الجمهورية ان شاء الله. محور الثقافة، وده محور مهم جدا، ويمكن زي ما حضراتكم كلكم اتكلمتوا عليه، أهم حاجة الحفاظ على الهوية المصرية والشخصية المصرية وإعادة الإحياء الانتماء والتعريف الشباب بما هي مصر، حقيقة مصر هي كانت إيه. ويمكن إحنا برضو كان هناك حجم كبير جدا من المشروعات اللي الدولة قامت بيها في خلال الفترة السابقة من إنشاء دور ثقافة، إحياء المسرح القومي اللي كان اتحرق قبل كده ونرجعه تاني للعمل. ولكن يمكن هدفنا إن إحنا إن شاء الله في كل محافظة من المحافظات يكون عندنا برنامج لوجود منارات ثقافية تبدأ تفعل وتبدأ إنها تشتغل وتقدم الخدمات الثقافية بالتعاون مع وزارة الشباب أيضا والرياضة في هذا الموضوع. ولكن يمكن عندنا أيضا مشروعين مهمين جدا النهاردة بقينا بننشئهم، هو مشروع مدينة الثقافة وفي العاصمة الإدارية الجديدة اللي احنا بنعمل مجمع ثقافي على أعلى مستوى في العالم، وده شكل دار الأوبرا الجديدة اللي إن شاء الله بتتنفذ في حاليا في العاصمة الإدارية، وده شكل المجمع الثقافة والفنون اللي هيبقى بيطلق الإبداع لكل شباب مصر اللي بيشتغل في مجال الفنون والثقافة، ونعيد مرة أخرى ريادة مصر في هذا الموضوع. عندنا أيضا في العالمين بنعمل مدينة أخرى بنفس الشكل وجاري الإنشاءها برضو في نفس المكان، ده شكل دار الأوبرا اللي بتتعمل في العالمين وبالفعل النهاردة بتتنفذ. احنا بنتكلم على المشروعات دي كلها بتبقى في خلال سنتين إن شاء الله هتكون خلصانة بإذن الله. أخيرا وليس آخرا، موضوع الشباب والرياضة،
وفكرة ان احنا فعلا يكون هناك عندنا سياسة وطنية للشباب والرياضة بتعتمد في الاساس على الكشف على المواهب المصرية في كل ربوع الجمهورية، وازاي ان الدولة تتبنى وتحتضن هذه الـ يعني الامكانيات والمواهب، ويكون هدفنا ان احنا نخرج شباب يبقى على اعلى مستوى من الابداع والرياضة، ونقدر ان احنا نرجع مصر لمكانتها ان شاء الله في خلال المرحلة القادمة باذن الله. الكلام ده كله يعني انا برضو عايز يعني اوصله لحضراتكم، دي يمكن صور الحاجات اللي تم تنفيذها بالفعل والمشروعات اللي فعلا الدولة قدرت انها ونجحت انها تنفذها في خلال الفترة الماضية، واللي احنا بنبني عليها ان شاء الله لتفعيلها وجعل الشباب ان شاء الله يستفيدوا منها في خلال المرحلة القادمة. كل ده ما كناش احنا بنتكلم على بناء الانسان المصري من المواضيع الخاصة في الثقافة والصحة والتعليم والشباب والرياضة، ولكن كل ده أيضا جنبا إلى جنب معاه بنهيئ له البيئة المناسبة ليه من خلال مشروعات للإسكان عشان يبقى عند الشباب أمل إن هو يقدر إن هو يلاقي وحدة إسكان إن هو يعيش فيها. النهاردة برنامج زي الإسكان الاجتماعي وتطوير المناطق العشوائية، النهاردة هذه البرامج أنا عايز أقولها لشبابنا لأن الواحد يمكن عارف هذا الكلام، مفيش دولة في العالم النهاردة بتنفذ مشروعات بهذا الحجم، ولازم ان احنا نبقى عارفين هذا الكلام ان احنا نكون قادرين ان احنا نبني هذا العدد من الوحدات الاسكان الاجتماعي لشبابنا، ونكون بنستهدف ان احنا في الاسكان الاجتماعي لوحده غير بقية المحاور نكون بنصل الى 1,000,000 وحدة مع نهاية الاربع اعوام القادمة، ده بخلاف 200,000 وحدة للعشوائيات، بخلاف مئات الالاف من الوحدات في المستويات المختلفة الاخرى زي سكن مصر ودار مصر وخلافه في كل المدن الجديدة مع 14 مدينة جديدة بننفذها. كل ده علشان يبقى شبابنا قادر ان هو يجد المكان اللي هو يقدر يعيش فيه ويسكن فيه في بيئة لائقة ومحترمة ان شاء الله. ايضا زي ما بقول لحضراتكم تطوير العشوائيات، مشروعات المية والصرف، يعني انا بتذكر وانا بقول لحضراتكم في سنة 88 انا اتذكر ارقى شوارع المهندسين والجيزة زي جامعة الدول العربية وبطل احمد عبد العزيز، والشوارع دي كلها كانت بتعوم على مياه الصرف الصحي. النهاردة الدولة قدرت في خلال الفترة اللي فاتت وبالذات في الأربع سنين الماضية إنها تعمل حجم مشروعات هائل، اللي هو بقى النهاردة بقينا الحمد لله وصلنا إلى نسب تغطية عالمية في هذا الموضوع. والتحدي بتاعنا اللي هو كان الصرف الصحي للقرى المصرية 2014 كانت نسبة تغطية الصرف الصحي لسكان الريف كانت لا تتجاوز 12%، احنا النهاردة بعد أربع سنين وصلنا إلى أكثر من 34%، يعني تقريبا ضعفنا 3 مرات نسبة التغطية في 4 سنوات، وإذا بصينا المستهدف لينا في الأربع سنوات الجاية إن احنا نصل إلى نسبة بين 60-65% من سكاننا في الريف يكون عندهم هذه الخدمة. ده كله في فترة في مقابل كان 12% على مدار عقود وعقود فيما قبل. كل ده أنا بقوله لحضراتكم مع خدمات النقل والمواصلات، احنا واعيين تماما ان لازم النهاردة نرفع ونعمل تطوير نوعي كبير جدا في خدمات النقل الجماعي زي السكة الحديد، وان شاء الله مع نهاية 2019 هيكون هناك وجه اخر للسكة الحديد في مصر، وان شاء الله يبقى على اعلى مستوى من درجات الامان العالمي زي كل الجهات، ماشيين في مشروع طموح جدا بننفذه النهاردة خطوة بخطوة. عندنا مجال الطرق وعملنا طفرة هائلة في موضوع الطرق القومية، اعتقد كلنا حاسين بيها النهاردة، كنا عشان احنا كان في وقتنا برضو انا اقولها لحضراتكم كنا عشان نقدر ان احنا نتحرك ما بين مدينة الى اخرى كنا بنقعد بال4 وال5 ساعات علشان نتحرك فقط من مدينة الى مدينة حتى في حدود القاهرة الكبرى. النهاردة مع شبكات الطرق اللي اتعملت في خلال ال3-4 سنوات الماضية بقينا بنتكلم في دقائق عشان نتحرك من مكان الى مكان. كل ده يمكن احنا طلعنا كشباب لقينا الكلام ده موجود، لكن اللي يعني اللي زي انا وشاف هذا الموضوع وشاف البلد في هذه الفترة يقدر يحس بقد ايه الامل اللي هو بيحصل، ومصر قد ايه بتتطور وبتنطلق في خلال الفترة الجاية. موضوع التضامن الاجتماعي وده شيء مهم جدا، واعتقد برنامج زي تكافل وكرامة النهاردة وان احنا نقدر نوصل لاكتر من 2.3 مليون اسرة ويبقى هناك دعم من الدولة لهذه الاسر، وان يكون معاها مجموعة اخرى من برامج الحماية الاجتماعية، كل ده النهاردة اعتقد بيدينا تصور شكل البلد ان شاء الله رايحة ايه اللي قدرنا ننفذه
وايه اللي الفتره الجايه يمكن ان شاء الله احنا كلنا حريصين ان احنا كحكومه ملتزمين قدامكم ان احنا ننفذه في هذا المجال اللي هو هدفنا كله فيه ان احنا نبني الانسان المصري ونهيئ له المناخ ان هو ينطلق ويبدع في خلال المرحله القادمه. شكرا لحضرتك. بشكرك شكرا جزيلا. لو حضرتك بس اسمح لي يا فندم، في اطار عرض حضرتك في الجزء الثقافي كان هناك حديث عن انشاء 11 مسرح، ونعلم جميعا ان هناك بعض المحافظات لا يوجد فيها دار عرض سينما حتى، فاتمنى ان 11 مسرح وعددهم يزيد ويبقى في كل المحافظات ان كان في امكانيه لده. يمكن احنا مركزين في هذا الموضوع، ويمكن احنا تركيزنا كمان الاكثر ان احنا بنحط هذه النوعيه من المقرات ومن المراكز الاشعاع الحضاري وتبقى في المدن الجديده اللي احنا النهارده بنخططها وبننفذها في الاساس لشبابنا. فالنهارده في كل مدينه جديده ان شاء الله بيبقى عندنا اكيد مش زي اللي احنا بنعمله في العاصمه الاداريه والعالمين، ولكن احنا بنتكلم على ان هناك يبقى في مركز ثقافي يبقى موجود في كل مدينه جديده ان شاء الله عشان يكون هو ده مناره الاشعاع الثقافيه والحضاريه لشبابنا في خلال المرحله القادمه. وبرده زي ما بقول لحضراتكم احنا بنتكلم على برنامج قصير المدى لا يتجاوز السنتين ان شاء الله ان احنا نحقق هذا الكلام.